ننتقل إلى الرأي العام في موضوع آخر، وفيها الأمن يحذر جوبا ويطالبها بالكف عن التدخل في شؤون السودان، حيث اتهم جهاز الأمن والمخابرات حكومة جنوب السودان بالاستمرار والتوسع في الدعم والإيواء والإسناد الكامل للحركات السودانية المتمردة، وطالبها بالكف الفوري عن التدخل في الشأن السوداني بكافة أشكاله وصوره. وقال جهاز الأمن في بيان أمس إن حكومة السودان ظلت تمد أيديها بيضاء دعما وعونا لحكومة الجنوب منذ الانفصال وفي كل المراحل الحرجة التي مرت بها، بما في ذلك تقديم الدعم الإنساني لمواطني دولة الجنوب وفتح حدودها أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب والمجاعة. وأضاف: لكن حكومة الجنوب ردت على هذا التعامل الإنساني بالاستمرار والتوسع في الدعم والإيواء والإسناد الكامل للحركات السودانية المتمردة حسب ما وردته ووثقته المعلومات، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة. أستاذ خالد، يعني دولة الجنوب لماذا حتى الآن تظل في علاقة مستمرة مع الحركات المتمردة السودانية؟ إذا ثبت هذه الاتهامات، حتى الآن ما في رد فعل أو موقف واضح من حكومة الجنوب، إذا ثبت هذه الاتهامات فده تدخل في شأن الداخل السوداني، يعني حسب الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية والمواثيق الدولية. وأي تدخل من أي دولة في شأن دولة أخرى ده بيزيد التوتر، حاجة ما فيها احترام لحسن الجوار وما فيها احترام للمواثيق والأعراف الدولية، فحاجة مستهجنة. وحتى أي دولة إذا حاولت دولة الجنوب أنها تتدخل حتى لو زعمت أنها لإحداث تقارب ما بين الفرقاء السوداني، لازم يتم بموافقة كل الأطراف السودانية، متي تتوسط أو تخش الجهودية لازم يكون كل الأطراف موافقة عليك وتديك مشروعية التدخل والتوسط. فأي حاجة خارج السياق ده حاجة مدانة وحاجة بتؤدي لتوتر العلاقات بين الدولتين، وتوتر بالنسبة للشأن الداخلي السوداني، وتوتر بين الدولتين، خاصة أنه دولة الجنوب في حالة سيولة أمنية وفي حالة نزاع كبير حول فشل في إدارة الدولة. فمن أولى ولا إنها تتدخل بصورة إيجابية وتكون هي بوضع التاريخ والعلاقة التاريخية بين البلدين، اعتبرهم كانوا دولة واحدة لسنوات، يعني حصل انفصال الجنوب لبضع سنوات، كان ممكن يكون عندهم دور أكس إيجابي بحكم علاقاتهم الممتدة مع الحركات المسلحة في السودان، وحكم علاقاتهم أنهم كانوا جزء من دولة السودان. وأي عدم استقرار أو توتر في السودان بأثر على الأمن القومي في الجنوب، ونفس الصورة حاصل في الشمال. طيب، هذه الاتهامات لا تؤثر على عملية إغاثة الجنوب عبر الممرات السودانية، ربما تؤدي إلى إغلاق الممرات الإنسانية؟ لا، المساعدات الإنسانية ده جانب إنساني، ده علاقة مع شعب الجنوب للمساعدة، ما جانب سياسي، ودي تامة أصلا عن طريق لا 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 يعني الأمم المتحدة والمنظمات العالمية. وما أفتكر حتى التوتر السياسي ما عنده علاقة بالتوتر الإنساني. أنا النافذ لنظري أنه في الخبرين وراء بعض بيعكس حالة بتاعت توتر في العلاقات الدبلوماسية بين السودان وهم دولتين في الدبلوماسية السودانية، وهم جارتين للسودان، هو الجار الشمالي مصر والجار الجنوبي جنوب السودان، وكأن الأمر مربوط ببعض. ما عندي معلومات، لكن هل هناك تنسيق؟ لو ما في تنسيق مفروض، أو في تنسيق، إذا كان في تنسيق أو ما في تنسيق مفروض الخارجية السودانية تنتبه، لأنه دي ممكن تعمل تهديد على الأمن القومي السوداني، تهديد سياسي ودبلوماسي، إنه هم دولتين عندك بون علاقات تاريخية في كل علاقاتك الخارجية، وهم جارتين، أي توتر بيناتهم بأثر على أمنك القومي وبأثر على علاقاتك الاقتصادية والدبلوماسية، يكون فيها حالة كبيرة جدا من التوتر. طيب، يستدعي انه جهاز المخابرات طلع بيان بخصوص الجنوب، ويستدعي اذا صحت الخارجية السودانية تستدعي السفير المصري، دي كلها بيخلي انه المتخذين القرار والناس المعنيين بالسياسة الخارجية في السودان انه يدرسوا الامر بعناية ويوجدوا له معالجات، لانه فيه خطر كبير على الامن القومي السوداني.